الإنسان اللي كان أصلاً بدأ يتدين كرد فعل أو بسبب حالة اكتئاب دخلها أو غيره، فما اختارش هو بياخد العلم من مين، وما اختارش هو بيتعلم الدين على دين مين، بيبتدي يصدم كتير جداً 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 لو فطرته كان لسه فيها أي حتة سليمة. بيصدم في ناس كان اعتبرهم مرجعيات بالنسبة له، هم أعلم منه، هم أقرب منه إلى الله. بيصدم في شيوخ هو كان بيعتبرهم أعلم أهل الأرض، وبعدين بدأ يسمع منهم رذائل وبيوصلوا لجرائم وحاجات تانية على إنه الدين بيسمح بده. بيصدم من تعاملات هو بدأ يتعامل بيها مع آخرين، مواقف لا إنسانية جرح فيها ناس لأنه كان بيتمسك بالدين ساعتها، تكبر على آخرين والقلب من جوه في الآخر دليل، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فكان عارف إن هو متكبر في اللحظة دي بس بررها لنفسه في ساعتها إن أنا على حق، أنا على دين، أنا بس بعد فترة لما روح البيت وبعد يوم ويومين أدرك إن هو كان متكبر جدا جدا. بيصدم لما جرح ناس كتيرة مش على دينه، ظنا منه إن هو كده بيحمي نفسه بيحمي عقيدته، فكان مضطر إن هو يعملهم كده، وجوا واحد عمالة تقول له أنت كده مش إنساني، أنت كده في مشكلة عندك. بيصدم لما يفتكر مواقف وقف فيها مع صحابه اللي هم كانوا متدينين بالشكل بتاعه، وبعدين أدرك بعدها إن هم كانوا غلط، إن هو كان عمال يدافع عن الباطل. بيصدم من نفسه شكله، إزاي كان ماشي بمظهر من مظاهر التدين، شكل معين أو غيره، غير طريقة لبسه، وكان جواه متخلق بعكس الدين تماما. الحاجات دي كلها لما تتراكم على الإنسان اللي فطرته لسه فيها شيء سليم، بيحصل جواه صراع نفسي غير طبيعي، بيحس إنه هو منافق، بيحس إنه هو أصلاً مش حقيقي، ما كانش بيعمل أي حاجة حقيقية، بس هو مش قادر يرجع إلى المرحلة بتاعت ما قبل التدين لأنه عارف إنها غلط، وفي نفس الوقت مش قادر يستمر إنه يتدين بالشكل ده. تبقى مرحلة صعبة قوي 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 وحرجة يمر بيها الإنسان. اللي مشي في طريق التدين المغلوط بس بيبقى اتحرم بسبب وساوس إبليس المختلفة من إنه يعرف حقيقة الدين، فاتحرم من حقيقة الهداية وحقيقة النور وحقيقة القرب من ربنا وحقيقة معرفة ربنا. والأوحش من كده إنه بيفتكر نفسه حاول بجد، فبيحكم على الدين وهو عمال يحكم على نسخة مزيفة مشوهة لا علاقة لها بدين الله. من أول الناس اللي هو اعتبرهم شيوخ ومراجع بيبقى حرم نفسه من إنه يعرف بجد حقيقة العلماء ورثة الأنبياء، اللي قعد بجد مع حد وارث نبوة، مع عالم قلبه طاهر رباني، إنسان من جوه من كتر ما هو رباني بيبقى بيربي الناس بجد، بيبقى عنده انكسار حقيقي لله، وعشان عنده انكسار حقيقي لله بتسري أنوار الهداية من خلال قلبه ومن على لسانه للناس، بتبقى قاعد معاه شايف قد إيه قوتي من علم وقد إيه شايف نفسه صغير، قد إيه شايل هم الناس اللي حواليه. لو قاعد بتاكل معه ويعرف إنه في حد من العمالة أو كده واقف بره بتاع حلق كل معايا، متواضع لأنه في الآخر واخد لمحة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول أنا عبد أجلس كما يجلس العبد أكل كما يأكل العبد، يعني ما تكبروش الموضوع، متواضع بجد، عنده علم بجد وعنده بصيرة بجد، ففاهم الواقع اللي احنا عايشين فيه النهاردة من غير عين الحكم على الآخرين. شايف الذنوب ذنوب طبعا مش هيغير دين ربنا، لكن مش بيحكم على الإنسان العاصي لأنه عارف إن الخواتيم غير معلومة زي ما كنا بنتكلم. ما بيبصش للآخرين بعين الحقد ولا باللي سماه أحد العلماء الصداع المعرفي، أو الصداع اللي بيجي للإنسان اللي هو عين بص على اللذات والشهوات المحرمة وكده بغضب، حرام حرام حرام، وعين تانية بسبب عدم تزكية النفس بصة باشتياق ولذة، فكأني ببص فبيجي لي حاجة اسمها زي صداع أو حول معرفي، لأن أنا جوايا حتة غضبانة جدا وجوايا حتة عايزة جدا، فمش قادر في الآخر أبقى هو أنا إيه بالظبط، أنا الاتنين. تناقض ولخبطة بسبب التدين الظاهري. العلماء الربانيين بجد ما عندهمش التناقضات دي، بجد المشهد بتاعهم قلوبهم بتشوف الدنيا بشكل واسع جدا جدا جدا، فلما بيشوفوا أي حد مش على طاعة بيحسنوا الظن ويدعوا له بالخير، فالناس بتحس كده منهم، الناس بتحس انه هو كاره الغلط بس مش كاره الغلطان، فبتتعامل معاهم. انوار اللي بيجالس امثال هؤلاء قد ايه بياخد منهم من ادب وعلم وحلم ورؤيه واسعه وفهم للواقع
للعلماء منهم الفقهاء بيبقوا فاهمين الواقع كويس جدا وقاريين فلسفة وقاريين فكر ومثقفين، في نفس الوقت مستوعبين الشرع الشريف بعمق، عارفين المقاصد بتاعت الشريعة، ما يقولوش كلام أبدا يناقض المقاصد، يهدم اللي الشريعة جت من أجله، كلام تحس أنه آخره الموت مش الحياة، آخره الضلالة مش الهداية. لا، العلماء الربانيين اللي فاهمين الواقع دول يعني لفتة ولمحة من الجنة على الأرض فعلا، لأن عندهم وراثة نبوة. اللي بيبقى قاعد معاهم بجد بيبقى خد لمحة نبوية. اللي تدين تدين ظاهري فقط حرم نفسه من الحتة دي، حرم نفسه من لذة التدين. كان يقولوا زمان نحن في لذة لو يعلم بها ملوك الأرض لقاتلون عليها، لذة القرب من ربنا. ربنا طبعا سايب أكتر لذة ممكن يدقها الإنسان ويتمتع بها بتنتج عن القرب منه، لأنه هو خالق بقية اللذات، فما ينفعش تكون بقية اللذات بتنافس لذة معرفة الله. اللي كان تدينه ظاهري ما دقش أصلا لذة المعرفة ولا لذة مناجاة الله وأنه يقف ويكلم ربنا سبحانه وتعالى، بيبقى حرم نفسه من أنه يكون هداية الآخرين، من كتر ما كان ماشي ليل نهار عمال يجرح في الناس بحجة ان انا على حق، ومعلش يا جماعة انتوا كلكم مش فاهمين اي حاجة. حرم نفسه من انه يمثل دينه تمثيل حقيقي حسن قدام الاخرين اللي ممكن يكونوا على غير دينه. حرم نفسه من انه يعرف يعني ايه نفس مطمئنة بجد ماشية على الارض جواها سكينة متصالحة مع نفسها لدرجة ان انا مش عايز حاجة، انا مع ربنا، انا مش عايز اي حاجة من اي حد، انا في الجنة اصلا، انا بس ناقصني اشوفه. زي ما كتير من المؤمنين الموقنين المتدينين بجد بيقولوا ما دقش حاجة من الحاجات دي خلاص، كانت حرق من جوه لأنه دخل ضحى بكل شيء وما خدش شيء. حرم نفسه من أنه يظهر للعالمين حقيقة الدين اللي النفس البريئة فيه أغلى من كل شيء، اللي الهداية فيه أهم من كل شيء، اللي بيجد ربنا من خلاله بيجد كل شيء، واللي بيفقد ربنا بيفقد كل شيء معنى حقيقي. حرم نفسه من الحرية، خسارة الإنسان اللي مشي على طريق التدين المغلوط علشان ما خدش الدين من أهله عشان بس كان في رد فعل. بيفرح إبليس بأمثال هؤلاء لأنه بالنسبة له يا يفضلوا جوه التدين المغلوط وكلاء رسميين لإبليس على الأرض بيخدموا خطته الإفساد الإنسانية من غير ما يشعروا، أو بيتحرقوا خالص فجأة وبيقعوا تماما من على طريق التدين ويرجعوا بقى لمرحلة الذنوب اللي اتكلمنا فيها من الطمع بقى والاستهلاكية والشهوات الحسية وكل حاجة، ويبقى في الآخر وقعهم. أو أوحش كمان لو الإنسان مفضلش جندي من جنود إبليس على طريق التدين المغلوط ولا اتحرق من جوه فرجع يعمل ذنوب، ياخدوا حتة تالتة بعيدة قوي 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 بقى، يبتدي يخليه في ظلمات الشبهات، يشككوا في فكرة الدين من أصلها،